نسخة حصرية في زوايا ومفاجأة لأول مرة. نسخة عربية وروسية كمان لأغنية المغني المعروف داليدا. هالمرة بنسمعها إيرينا جمال ومين كمان ربا؟ سهيل فوضي وحلوة يا بلدي. وسهيل فوضي ومندعوهم لهون اغنية حلوة حلوة يا بلد سمعناها اليوم بنسخة جديدة. حابين نشكر كمان اعضاء فريق شهرزاد من الرامي وكمان الموسيقي معين شعيب. اهلا وسهلا فيكم معنا من جديد ويعطيكم العافية على الغنوية الاداء الرائع. رجع لك ايرينا. وايرينا انت مدربة رقص، شو اللي هيك وصلك لمجال الغناء؟ شو اللي دفعك للغناء؟
لمدرب رأس هاي فناني، بس أنا قبل ما كنت مدرب رأس كنت ممثلة بالتياترون وبالسينما، وكمان كنت غني قبل ما اجيت لبلاد. يعني هاي أول أغنية لإلك. وبالضبط يعني بالبلاد أول أغنية، عشان ما كانتش شوي وقت وكانت تركز أكثر. إذا تحدثنا عن الفكرة، فكرة هالأغنية هي أغنية معروفة لداليدا، مزبوط؟ كيف قررت تغنيها واخترتي سهيل كمان؟ هذا أغنية كمان في المغني روسي كيركوراف عمل بالكمان تاري موديرني باللغة الروسية وبصمت. بس هذا أغنية أنا من زمان بحبها، حتى لو قبل ما اتجوز أنا كنت أحب داليدا، وهي كانت مغني معروفة بروسيا، وبالضبط هذا أغنية أنا من زمان كانت أحبها، وهسا أخذت كلمات أصلية وأخذنا كلمات من عربي وروسي ودمجتهم مع بعض. ولسه صار عندي فكرة، يلا لازم نسوي شلوف، كيف أنا بيوم البرايس شلوف بين شرق وغرب. حلو. وكمان بالغناء سهيل، كيف هيك تجربتك بالغناء بالروسي؟ لهجة كثير مزبطة ولا أنا غلطانة؟ بتعرف روسي سهيل ولا إنه حفظت ولا؟ لا أنا ما بعرفش روسي. شو السر؟ السر بعرف شو، هي اتصلت إلينا، اتصلت فيي، احنا اصدقاء. شو رايك؟ قالت لي شو رايك في اغنيه بالروسي بالعربي؟ انا فكرت يعني انا اغني بالعربي وهي بالروسي. تفاجأت انه هي بدها بالعكس، يعني انا بالروسي وهي بالعربي. وعلمتني الكلمات، يعني تدربت على الكلمات، فبعرف كم كلمه يعني بالروسي مش كثير. وشرحت لي ايش معناهن، ولقيت الفكره كثير حلوه يعني جديدة ومميزة. نفس المعنى بين الكلمات بالروسي والعربي؟ لا بالمرة تختلف. قصة تانية بالمرة. هناك حنين للوطن، هون حنين. هناك حنين لبلدها، أساسية مصرية وساكنة بفرنسا يعني. تحن لبلدها. وبالروسي كلمات حب و عام يعني بشكل عام. أنا ممكن أقول إنه هالأغنية ممكن تكون فاتحة أو بداية طريق لمشاريع أو دويتو مستقبل لغناني تاني، أو بعرفش كيف أنتم مرتبين ومخططين. لانه هاي اول تجربه، هاي اول تجربه. ممكن اقول لك فاتحه لقدام نشوف كيف تمشي امور. بس انا مزبوط دورت مغني يكون صوت هيك يعني التون تبعه عالي، يعني واطي. عندي واطي، عندي مش عالي عالي. وبالذات يعني سهيل كان جربنا مره مرتين، نشوف يعني كثير ملائمه بالاصوات. ملائمه بعض. اوكي.